أعرفكم بالمقدم ماجد العزازي، هو اللي هيقود فريق البحث والتحريات في الجرائم اللي حصلت وراح ضحيتها مجموعة من الضباط. احنا بنتوقع ان شاء الله ان الجاني اللي سيادة العقيد عايز يقوله لكم ان انتم مش شايفين شغلكم كويس. انا الحقيقة مش شايف قدامي غير شوية تلامذة، بالكتير تبقوا شغالين في نادي او في بنك، مش في اهم جهاز امني في البلد. اللي سيادتك بتقوله ده؟ احنا مش بنهزر هنا، في 4 ضباط ماتوا لحد دلوقتي، ده غير الجرائم التانية اللي التحريات المفروض تكون بينتها. انما بقى حضراتكم عشان عايشين لي في الدور وقاعدين لي على النت وقاعدين تحللوا في معطيات وبيانات، المجرم لسه هربان ولسه في ضباط حياتها معرضه للخطر. وسيادتك ان شاء الله يا باشا تقترح ان احنا ممكن نعمل ايه؟ انا ما بقترحش يا باشا، انا بدي اوامر وانتوا كلكم هتنفذوها، والا بقى القسم بتاعكم ده ان شاء الله هيتقفل ونوزعكم على التموين والكهرباء. انا اولى واحده باشا بالقضيه دي وانت عارف كده كويس. اللي هو سامي شهاب هو اللي مختار. كان ممكن ساعتك تتكلم معاه، كان ممكن تقنعه. يا طارق انا معترف ان انت عامل شغل كويس قوي في القضيه دي، بس انطباع اللي هو سامي عنك بعد اخر اجتماع انطباع مش كويس، واي كلام هقوله له مش هيقنعه ومش ممكن هيخليك تشيل المسؤوليه دي. يا باشا انت عارف انا ما بسعاش ورا منصب ولا اي مميزات، انا متاكد انا لو مسكت القضيه دي هوصل فيها لحل قبل اي حد تاني يا باشا. ده اللي انا مستنيه منك يا طارق باشا، من اللي هو فيصل غلاب سمعتك سباك واكيد شارب الشغلانه كويس من الوالي. على فكره الكلام اللي انا قلته بره ده مش ليك خالص، ده للضباط التانيين. وساعتك بقى ايه مشاكلك مع الضباط التانيين يا باشا؟ اللي بيحصل ده يا طارق باشا مش شغل بوليس، ده شغل تلامذه. احنا شغلتنا نحقق ونستجوب ونطلع المعلومات من المشتبه فيهم باي شكل وبكل الوسائل الممكنه، مش نقعد نسرش ونشايت على النت. يعني ساعتك عايزنا نعمل ايه بالظبط؟ يعني نقبض على الناس بشكل عشوائي ونعذبهم؟ يعني نعذبهم؟ الاداره دي يا ماجد باشا بتشتغل على اسس علميه، ما بنستخدمش الوسائل دي. وسائل ايه وعلميه ايه يا سياده العقيد؟ في ضباط بتموت، في ضباط تانية حتى لسه معرضه للخطر. انا مكلف ان انا اخلص القضيه دي وهخلصها باي شكل، ومش من مصلحه اي حد انه يعطلني. وسيادتك عارف كويس قوي الصلاحيات اللي معايا شكلها ايه.